اول حاجه لما نيجي نعلق على الاورجن بتاع الليفر، احنا طبعا في سليمه بنحفظها زي ما احنا قلنا، بنعلق على مثلا رقم واحد سايت اوف ذا اورجن، اثنين سايز. في الليفر مش هنقول شيب، هنقول سيرفيس، صح كده؟ يعني الشيب بتاع الليفر معناها بعد ايه يعني؟ ديفرنت شيب في اورجنز اخرى زي مثلا جول بلادر، زي الكدني. في حاجه تنفع معايا الشيب يكون فيها ديستورشن او ابرومانتش في الشيب، لكن الشيب بتاع الليفر مش هيكون فيه شيب. اول حاجه اسمها سيرفيس، ثلاثة اس زي ما احنا ماشيين. بعد كده حاجه مهمه جدا في الليفر اسمها الايكو باتر اوف ذا ليفر، تمام؟ بعد الايكو باتر اوف ذا ليفر هنعلق حاجه مهمه جدا اسمها البورتال فين. بعد كده الهيباتيك فينز، ماشي. بعد كده الكومن بايو داكت والانترا هيباتيك بيلياري راديكلز والهيباتيك فوكال ليجنز. وبرضه من ضمن الموضوع هنشرح السيجمنتيشن اوف ذا ليفر للناس في معظمها بتتلخبط فيها او حاجه زي كده، بس هنقولها بطريقه مبسطه جدا ان شاء الله. شايفين واحنا بنعلق على الليفر حطينا كام ايتم في دماغنا، كل ايتم من دول تحتها كلام كتير جدا. طيب سايت اوف ذا ليفر احنا معظمنا برضه ما بنكتبش السايت اوف ذا ليفر في الالترا ساوند ليفر، لان احنا عارفين كامل فين، مش محتاج اكتب ان هو اوت فرايت او كوادرانت او كلام من ده او في النورمال سايت بتاعه. بس في احيانا او فيري ريل طبعا يبقى في حاجه اسمها سايتس فيرسس كوتالس، ان الليفر موجود على الرايت على الليفت سايد والسبلين مكانها والدنيا ايه معكوسه كلها. لكن احنا في النورمال او جنرال يعني ما بنعلقش على السايت البسيطه لان الكومنت بتاع ايه الالترا ساوند ريبورت، فمش هنعلق عليه. هنيجي للسايز اوف ذا ليفر. طبعا الاورجن بتاع الليفر ان احنا كلنا نشوف في الالترا ساوند بيكون مثلث شيب، صح؟ مش ده الشكل اللي احنا بنشوفه في الالترا ساوند، هو ده الشكل في الحقيقه برضه. يعني هو شكل الكبد مثلث زي ما احنا شايفينه كده، عباره عن تو بارتس او تو لوبس، في منه ليفت لوب وفي منه رايت لوب، اسمها رايت لوب دي ليفت. في اورجان كده بيقع في المنطقه دي كده اسمه ايه؟ الجول بلادر احنا بنشوفه هنا. هو اصلا الجول بلادر هي مش نايمه على الليفر، ده هي تحت الليفر، ولكن احنا لما خدنا في الفيزيكس احنا بنصور الاورجانز عشان الاورجانز او الويفز بتاعت الالتر ساوند بتخبط في الاورجان وتجيب الاورجان اللي وراه، تمام كده؟ فيظهر كان الايه؟ كان الجول بلادر نايمه على الليفر. يعني حبه باطن هي وبتلاتوني بتبقى دايما فين؟ سب هيباتيك او تحت الليفر. طيب السايز اوف ذا ليفر، لما اجي اعلق على السايز اوف ذا ليفر هل هو ليه سيجنفكانس بالنسبه لي ولا لا؟ السايز اوف ذا ليفر يا اما يكون افريج سايز، يا اما يكون انلارجد، يا اما يكون ايه؟ شرانكينج، صح كده؟ يعني الليفر ده يكون حجمه طبيعي، يا اما يكون كبير، يا اما يكون كاشش او حصل له ايه شرانك. شرانك دي برضه ليها دياجنوزس ان احنا بنقولها في اوقات معينه او في حالات معينه. الافريج سايز اوف ذا ليفر بنقيسه ازاي؟ في حاجه اسمها رفلي او جنرال ميجرمنت، اللي احنا بنقيس الليفر سبان عشان تسهل على نفسك الموضوع. بتقيس الليفر سبان، بنقيسه فروم ذا تيب اوف ذا ليفت لوب تو اخر حاجه لحد الديافرام بتاعت مين؟ عند الرايت لوب. طبعا المفروض ان ايه؟ ديافرام، صح كده؟ يبقى دي الرايت لوب ودي الليفت لوب. بناخد الميجرمنت ده كله كده بنسميها ليفر سبان، بيقيسوها اقل من او يساوي 16 سم، بس لازم اكون جايب معايا اورجن جنبيها كده اسمه مين؟ الرايت كدني. يعني تجيب الرايت كدني بالالترا ساوند هتبص تلاقي الليفر كلها مفروده قدامك، تفرد المثلث كله من اول نقطه فيه لحد اخر نقطه، وتفرد وتقيس اقل من 16 سم بنقول دي افريج سايز ليفر. اكتر من كده هنقول ايه؟ لارج ليفر. في طبعا مريض ومودريت وفي ماركت ماركت اوف ذا ليفر، تمام؟ في ناس بتقيس الليفت لوب لوحديها والرايت لوب لوحديها. احنا بنحط الجروب في الميد لاين فيرتيكال كده بيظهر لي الليفت روب كلها، وهتلاقي هنا الدافرام بيظهر، يعني جزء من الدافرام بيظهر هنا والهارت ايج بيبقى جنب الايه؟ جنب الليفت روب. بياخد دي كلها كده اسمها ليفت روب، بيقيسوها من 9 ل 11 سم مثلا لوحديها كده، 9 ل 11 سم، عشان برضو الانلارجمنت اوف ذا ليفت روب ليها كلينيكال سيجنفيكانس او ليها ابلايد. امتى الليفت روب لوحديها تكبر وامتى الرايت روب لوحديها تكبر وامتى الجدود دي مثلا يبقى فيها برومنت او انلارج جدتها. اوكي؟ يبقى انا عندي حاجه اسمها الليفت روب اوف ذا ليفر ساعات بيقيسوها من 9 ل 11 سم،
وساعات يقيسوا الرايت توب لوحديها بياخدوها من عند التيب اوف ذا جول بلادر كده لحد الايه اخر نقطه في الليفر نفسها في الرايت توب لحد 14 سم. احنا بدل ما نقعد نلخبط نفسينا نقيس الرايت ونقيس الليفت لا هناخدها كلها رفلي كده ونقيس حاجه اسمها الليفر اسبان زي الاسبرين بالظبط. لما اجي اقيسه برضه اقيس نفس الدرجه ونقيس على 16 سم اقل منه بقول دي افريج سايز ليفر اكتر بقول انلارج. طبعا كل حاجه ليها ديفرنشال دايجنوز كتير جدا. ايه اللي يكبر الليفر بتاعنا؟ اي باثولوجي او اي انفلاماتوري بروسيس في الليفر هتكبرها صح كده؟ بدايه من ايه؟ من حاجه اسمها فاتي ليفر او برايت ليفر يعني عن محسات هيباتايتس بعد كده فيرال هيباتايتس بعدها كده كله الاوتو ميون كله اسباب الليفر انسلت او ليفر انفكشن بتكبر الليفر. طيب ايه اللي يخلي الليفر يكش وامتى اقول شانك الليفر؟ شانك الليفر بيعتبروها لما يكون اقل من 10 سم حد ادلت يعني واحد كبير الاقي الليفر بتاعه 10 سم ده طبعا مش طبيعي ده فالليفر كله كده سباب الاقي 10 سم او اقل من 10 سم بقول ده شانك الليفر. والشرانك الليفر مش هو ليفر ربنا خلقه صغير لا ده هو كان كبير وحصل له الشرانك نتيجه حاجه اسمها بيكتشر اوف سيروسيس. العيان ده كان الليفر بتاعه نورمال كان كبير ربنا خلق الهيباتوسايتس اللي هو الهكساجونال شيب اللي احنا كنا عارفينها في الباثولوجي او في الهيستولوجي. الهكساجونال شيب بتاعت الليفر هي الشكل المسدس بتاع الهيباتوسايتس في كل الليفر وليها طبعا حاجه اسمها بورتال ترياس اللي هو الهيباتيك فين الهيباتيك ارتري مع البورتال فين مع السي بي دي. لما يحصل فيه ديستورشن في هذه الخليه تتحول الى حاجه اسمها نوديولز او نودولار سيرفيس او نودولار هيباتوسايتس. الخلايا دي لما تتحول الى خلايا محببه او نودولار فبتعمل حاجه اسمها الريجولاريتيز في السيرفيس بتاع مين؟ بتاع الليفر. عشان مين بعد كده نتكلم على السيرفيس. لما الخلايا المنتظمه دي تنكمش تتحول الى حاجه اسمها فايبروزس او نوديولز الليفر يبدا ايه؟ يكش شويه فيصغر في السايز بتاعه فبنسميه شرانكن ليفر. دي من ضمن الكرايتيريا بتاعت الادفانسد ليفر سيروز لان برضه مش كل السيروز بيعمل شرانكن اوف ذا ليفر في الادفانسد ستيجز خالص. اوكي؟ ده بالنسبه لمين؟ للسايز بتاع الليفر. وطبعا كل حته فيهم ليها اسباب. لما نيجي نتكلم عن انلارج الليفر لازم نبقى احنا حافظين على ايه الحاجات اللي تكبر الليفر. تعمل صور لعيان وهو ما بيشقيش من اي حاجه خالص لقيت عنده حجم الكبد مثلا 18 سم 19 20 بتقول له والله حجم الكبد كبير شويه. طب نعمل انفستيجيشن نعمله فيرولوجي لان ده طلع نيجاتيف مثلا. طب هو هل الكبد ده لما هو كبير الايكوجينيستي بتاعته ايه؟ دي برضه هتفرق معايا لان انا ممكن اوصل للدياجنوزيس اون تيبل. انا قاعد على راس العيان لقيت عيان عنده مثلا ماركت برايت هيباتو ونيجل. طيب العيان عنده كبد دهني او عنده حاجه اسمها التهاب كبدي دهني. الناس بعد كده تفرق بين الاثنين بين الفاتي ليفر بس ولا عيان عنده نافد ولا عيان عنده نش صح كده؟ ولا بدا يخش في ستياتو هيباتيتس والدنيا بدات تحصل فيها ايه ادفانس ميديكو فايبروزيس. دي الفكره كلها. فكل الكرايتيريا في الالترا ساوند معناها دايجنوزس في الاخر. طيب السيرفيس اوف ذا ليفر هو سطح الكبد. لما نيجي نعلق على السيرفيس اوف ذا ليفر هم كذا حاجه برضه نفس الكلام يا يكون ريجولار او سموث سيرفيس يا يكون ايه؟ ايرريجولار صح كده؟ طيب في ان بتوين درجه ما بيناتهم هم الاثنين بنسميها ويفي سيرفيس. يبقى سطح الكبد يا يكون سموث يا يكون ريجولار يا يكون حاجه اسمها ويفي سيرفيس اللي هو ان بتوين. السيرفيس اوف ذا ليفر ده معناها برضه الهيباتوسايتس حصل فيها اي ديستربنس فبنسميها نودولار او ريجولار او بنسميها سموث سيرفيس. بنبص عليها بنبص على الحاجه الثانيه اما تكون ريجولار يا اما تكون الريجولار احنا بنسميها توتوس ابييرانس ودي برضه من الكرايتيريا بتاعت الليفر سيروزس. الكرايتيريا بتاعت الليفر سيروزس العيان يبقى عنده حاجه اسمها الريجولار سيرفيس. بعد كده حاجه اسمها ايكو باترن او كورس ايكو باترن اوف ذا ليفر. في حاجه اسمها انلارجد او برومنت كيدي كوديتو بعد كده اتنيوتد هيباتيك فينس اللي هي الكرايتيريا اوف ليفر سيروزس لما اشوف اقول العيان ده عنده ليفر سيروزس. يبقى انا في سطح الكبد. وطبعا الموضوع ده عباره عن فاريشنز من كتر عيني ما تتعود تشوف نورمال ليفر وريجولار سيرفيس انا بعد كده هقدر اقول ده الليفر ده الريجولار لا ده شكل ويفي سيرفيس. وطبعا ممكن يبقى في فاريشن بينه وبين بعضينا واحد معود لا انا شايف ان هو ريجولار الثاني يقول لك لا شايف هو الريجولار. وبرضه الريجولار او الريجولاريتي لا تعني ان هو نوت باثولوجيكال يعني ممكن واحد يبقى ايرلي بارينكيماتس ليفر ديزيز ما عندوش اي مشكله خالص ولسه في البدايه تماما وبتاع السيرفيس بتاعه ايه؟ ريجولار هو ما فيش ادفانسد فايبروزيس. ودي حته برضه مهمه عند الجراحين لما يجي يفتحوا مثلا يشيل مرار العيان وتلاقي يقول لك ايه عندك نودولار ليفر شكل الكبد بتاعه محبب شكلك عندك تلف في الكبد روح لدكتور كبد.
وهو فعلا جراح شاطر، هو بص على الكلام ده وبيشيل الجول بلادر، ليه الليفر بتاعه مش سموث سيرفيس هو متعود عليه، فليه حاجه اسمها ريجولار سيرفيس او نودولار سيرفيس. فبقول للراجل شكلك عندك مشكله في الكلام من ايه؟ من السيرفيس بتاع الليفر نفسه اللي هو شكله محبب او الريجولار. الويب سيرفيس ده ان بتوين، يعني درجه ما بين الريجولار وما بين الريجولار. طيب الايكو باترن اوف ليفر اللي هي ايه بقى؟ الايكو باترن دي اللي هي ميه الليفر نفسها، صح كده؟ ايه ميه الليفر نفسها دي؟ اللي هي بتعبر ان في باثولوجيكال او في انسلت حصل جوه الليفر هيباتوسايتس نفسها. يا اما تكون في الايكو باترن لما نيجي نعمل كومنت عليها تكون هوموجينس، يا اما تكون كورس، يا اما تكون هيتيروجينس، يا اما تكون ايه؟ برايت. تمام؟ يبقى ميه الكبد هما الاربعه دول بس، يا تكون هوموجينس رايقه خالص سموث يعني ما فيهاش اي باثولوجيكال كونديشن، او فيها ولسه ما حصلش فيها اي تغيرات. ما هو الهوموجينس ليفر برضه دونت اكسكلودنج في باثولوجي، واحد عنده فيروس سي لسه جاي له ولا من فتره، او اكيوت هيباتيتس والليفر بتاعه هوموجينس. تمام؟ يبقى الليفر بتاعنا يا اما يكون هوموجينس، هوموجينس دي برضه لازم تعود عينك تشوف يعني ايه هوموجينس ليفر. تمام كده؟ يا اما يكون كورس، فده يبقى محبب يبقى فيه خشونه في خلايا الكبد، بيقول العيان عندك خشونه في الكبد. ودايما برضه بنقول العيان عنده مثلا فيبروزس ولا سيروزس، ما تقولش للمريض عندك تليف في الكبد، لان كلمه تليف في الكبد دي برضه ده باثولوجيكال دياجنوزس، وكلمه كبيره ان انت تخبطها في وش العيان كده، خاصه لو كان لسه في ايرلي بايكيماتوس ليفر ديزيز وعنده كورس ليفر. فدوم تراش في الايه؟ في الدياجنوزس مع العيان. يبقى كورس ليفر. بعد كده هيتروجينس، هيتروجينس دي يعني ايه؟ مور كورسنس اوف ذا ليفر، الليفر بدا يبقى نودلر سيرفيس كله محبب جامد زياده عن اللزوم، وبدا يبقى فيه خشونه جامده جدا في خلايا الكبد، فبدات تبقى هيتروجينس لدرجه ان احنا نفتكرها فوكاليشن، صح كده؟ لما تيجي تبص على العيان تلاقي فيه ماركت هيتروجينستي، فلو في فوكاليشن اصلا ما تعرفوش اسكان دي نوديولز ولا اتش ولا عباره عن فوكاليشنز ولا دي ليفر سيروز عادي. يبقى دي هيتروجينس ليفر اللي هو الايه؟ اللي يقول لك بتاعتها. برايت ليفر مش هنغلط فيها، الكبد اللامع او الكبد الدهني. وطبعا دي حته هنا كلينيكال بقى، لما الاقي واحد عنده برايت ليفر، عيان بيكشف لاي سبب او مال، احنا قلنا ان احنا بنمانج ابيشنت نوت اديزيز، صح كده؟ عيان جاي من شيك ايبيجاستريك بين او عنده ديسبيبسيا، وانا ببص عليه بالسونار لقيت عنده برايت ليفر، هعديها كده ولا لا؟ لازم اعلق عليها كدكتور كبد؟ لا لازم اعلق عليها. هو الديسبيبسيا دي ممكن تبقى سيمتومز من سيمتومز بتاعت مين؟ الفاتي ليفر بتعمل ديسبيبسيا، عنده ايبيجاستريك بين، عنده نوزيا اند فوميتنج، ممكن تبقى دي مانيفستيشن اوف الفاتي ليفر او ستياتوهيباتيتس، صح ولا لا؟ انا عنده خمول او كسر او عنده فتيك، فبقول له انت عندك كبد دهني او كبد لامع. ما بقولوش عندك التهاب كبد دهني، انا لسه ما اعرفش. طيب عنده برايت ليفر، ببص على شكل الكبد، بكورنيت مع السيمتومز اللي عند العيان، وابدا اخد قرار. هعمله ليفر بروفايل، وابدا اعمله مثلا ممكن فايبروسكان اب تو ان انا اعمل ليفر بايوبسي. لقيت العيان عنده مثلا الليفر بروفايل بتاعه عالي، عنده انفيتد ليفر انزيمز، والعيان عنده مثلا سيمتوماتيك او فاتيج، ممكن اخد اب تو بايوبسي عشان اسس الديجري اوف ستيات وهيباتايتس، صح كده؟ العيان ده ممكن يخش بعد كده في سيروز، شفنا كتير عندهم اتش سي سي بوست ناش، شفناها كتير، تمام كده؟ فاذا الايكو باترن بتاعت الليفر دي مهمه جدا، من خلالها احكم ايه الديزيز اللي موجود في الليفر. كبد برايت ليفر نورمال عادي خالص، او برايت ليفر بس مفيش اي مشكله تاني، والعيان ما عندوش سيمتومز، هو باي تشانس كده انا قلت له عندك كبد دهني، ابدا اعمله برضه سكريننج او ميتابوليك سكريننج. ما هو الفكره كلها ان احنا الايرلي ديتكشن دي حاجه مهمه جدا. عنده دايابيتك او هايبر تنسيف او اوبيس شويه، وانا بصيت عليه لقيت عنده كبد دهني، بقول له خلي بالك عندك دهون على الكبد، اعمل لي واحد اثنين ثلاثه علشان خاطر يعمل ايه؟ ناسس البرايت ليست اوف ليفر ده ونشوف عندك فعلا دي نافل ولا جاست هو برايت ليفر ولا عندك استياتو هيباتيتس، صح كده؟ طيب دي بالنسبه للايكو باترن اوف ذا ليفر. طيب في ايتم كده لوحده اسمه البورتال فين، يبقى احنا حته حته فتحت السونار بصيت على الليفر، لقيت اول حاجه بعلق عليها السيرفيس، ببص عيني كده على السيرفيس، هم كلهم في دماغي كده وانا ببص على حته، بصيت على السيرفيس تحتيها على طول ايكو باترن ميه الليفر، صح كده؟ السايز ده مش مشكله، مش هيفرق معايا كتير جدا قيست الليفر او ما قستوش، لكن يهم جدا شايف السيرفيس بتاعي، شايف الايكو باترن احفظها كويس جدا. بعد الايكو باترن هنعلق على حاجه اسمها البورتال فين اللي هو الوريد الباب الكبدي، وده ليه كلينيكال سيجنفيكانس رهيبه بالنسبه لنا في الايه؟ في بالنسبه للباثولوجي. اوكي؟ ايه البورتال فين ده؟
البورتال فين ده عباره عن وريد بيتكون طبعا المفروض السبلين بتاعي في المكان ده صح كده؟ طالع منه مين؟ سبلينيك فين هيتحد مع حاجه اسمها سوبيريو ميزنتريك فين. فده سوبيريو ميزنتريك فين وده سبلينيك فين اللي هو طالع الرينج بتاع السبلين بيتحدوا مع بعضيهم ويكون لي حاجه اسمها الايه؟ البورتال فين صح؟ البورتال فين داخل من حاجه اسمها البورتال هيباتس بيدخل على الليفر عشان يدين ليفت بورتال وبعدين يكمل في الرايت لوب اسمها الرايت بورتال فين. وطبعا احنا عارفين ان الجود بلادر تقع في المنطقه دي كده. اوكي صح كده؟ ده تكون مين؟ بورتال فين. يبقى البورتال فين اتكون عند بايفركيشن او كوميونيكيشن في السوبيريو ميزنتريك فين اللي هو طالع الفينس درينج بتاع مين؟ الجت بتاع الايه؟ الجي اي تي. في عندي السوبيريو ميزنتريك فين وفي لو ماشي على الرايت سايد اوف ذا كولون وفي عندي انفيرو ميزنتريك فين هو درين ليفت سايد اوف ذا كولون. السوبيريو ميزنتريك فين يروح ياخد التحت مع السبيننج فين وده عباره عن نيوترون فيزل ده بيغذي 75% من النيوتريشن بتاعت مين؟ الليفر. عشان كده لما يحصل فيه ثرومبوز او يحصل فيه اي مشاكل الليفر بيتاثر جدا جدا والعيان بيخش في حاجه اسمها سكينك هيباتيتس وعيان دي كومبنسيت. يعني هتلاقي العيان عنده مثلا الليفر بتاعه مش ادفانسد سيروز وانس بدا يبقى عنده بورتال فين ثرومبوز تلاقي العيان بيدي كومبنسيت بسرعه جدا لاننا حرمته من 75% من النيوتريشن بتاعته. اوكي؟ طيب البورتال فين اتكون دي حاجه اسمها البورتال كونفرونس الحته تلاقي حته متسعه كده عند مين؟ هنا طبعا بيقع مين هنا؟ بنكرياس في المكان ده وانا عندي هنا ايه؟ الاستومك اسمها الاستومك ده طبعا سبلين ودي الليفر بتاعتنا. داخل البورتال فين عند البورتا هيباتس هيدخل يديني حاجه اسمها الليفت بورتال فين وده مين؟ الرايت بورتال فين. لما اجي اعمل كومنت على البورتال فين بقول ايه؟ بعلق رقم واحد حاجه اسمها البيتنسي والدايمتر بس هو مفتوح ولا مقفول الدايمتر بتاعه قد ايه؟ والدايمتر بتاعي يا اما يكون افريج يا اما يكون ايه؟ دايليتد صح كده؟ ده البورتال فين افريج دايمتر يا يكون دايليتد. طيب البيتنسي يا مفتوح يا مقفول. في حاجه برضه ان بتوين في البيتنسي هنكتب كده بيتنت يا اما ثرومبوزد او اوكلودد يعني ثرومبوزد يا اما يكون اتنيويتد. فدي تيرم نحتاجه برضه من ضمن البيتنسي اوف دي بورتال فين. البورتال فين ده هو مفتوح قدامي هبص عليه اول حاجه هو مفتوح ولا مقفول؟ يعني بيتنت ولا ثرومبوزد ولا اتنيويتد؟ يعني ايه اتنيويتد؟ البورتال فين بتاعي داخل الليفر اهوت كلمة اتنيويتد البورتال فين كده حصل فيه ماركت وول ثيكنس ماركت فايبروزس دي تبقى في الايه؟ في البلاريزيزس. يعني عنده حاجه اسمها ماركت بيري بورتال بيري بورتال يعني جنب البورتال فين ثرومبوز او قصدي فايبروزس بيحصل فيه حاجه اسمها اتنيويشن لليومن اليومن يضيق شويه فالعيان ده ابدا اشك فيه هو ده اتنيويشن مقفول ولا هو اتنيويتد بس مفتوح ابدا اعمل له كالر دوبلر صح كده عشان بعد كده في العيان ده لو هنزرع له ولا اعمل مثلا مانجمنت اوف ذا اتش سي سي ولا حاجه اتاكد ان هو بيتنت. يبقى رقم واحد بنشوف الايه؟ البيتنس بتاعه يا اما يكون بيتنت يا اما يكون ايه؟ ثرومبوزد يا يكون اتنيويتد ده في البيتنس. طب بالنسبه للدايمتر بتاعنا يا يكون افريج دايمتر يا يكون دايليتد. بنقيس البورتال فين ازاي؟ بنقيس البورتال فين بقياس مهم جدا فروم ذا انر وول تو ذا ايه؟ اوتر وول. فهمتوا يعني ايه؟ يعني باخد تو وولز من جوه لبره بتاع الوول الثاني او العكس وقيسه على 12 مللي اقل من او يساوي 12 مللي ده مين؟ دايمتر بتاع البورتال فين. يبقى البورتال فين بقيسه فروم انر تو ذا اوتر ايه؟ وول باخد الوول معايا بتاع مين؟ البورتال فين عشان انا بجيب بعد كده اقيس الجول اللي قصدي السي بي دي او كومان بايل ضغط بقيس فروم ذا ان تو ان. برضه بقيس البورتال فين زي ما بقيس السبيننج فين ساعات برضه بقيس السبيننج فين فروم ذا ان تو اوت بقيسه لحد كام؟ ده 8 مللي عشان لما يكون دايليتد اقول العيان ده عنده ده مانيفستيشن اوف ذا بورتال هايبرتنشن. طيب البورتال فين بتاعي يا اما يكون افريج دايمتر يا اما يكون دايليتد ودايليتد ليها كلينيكال سيجنفيكانس بالنسبه لي. دايليتد مين؟ بمعنى ذلك في حاجه اسمها ليفر انسلت حصل فيه فايبروزس سيروزس وات ايفر اللي موجود سبينو ميجا اللي عيان عنده مشكله ببدا اعلق عليه. طيب البيتنسي برضه زي ما احنا قلنا ثرومبوزس
الثرومبوز دي بقى ليها كلينيكال سيجنيفيكانس بالنسبه لنا مهمه جدا جدا. يا ترى الثرومبوز ده المين بورتال فين حصل فيه ثرومبوس؟ في المين بورتال فين ولا في الليفت بورتال فين ولا في الرايت بورتال فين ولا التريبيوتنس بتاعتهم؟ هتفرق معايا. انا عنده اتش سي سي، لقيت عنده مثلا سيجمنتال ثرومبوز اوف ذا بارت اوف ذا ليفت بورتال فين، والله ممكن نقول نفكر يتعمل له مثلا تيس او حاجه اسمها سيلكتيف تيس. طب عيان عنده مين بورتال فين ثرومبوز هنعمل له ايه؟ مش هنعمل له حاجه، لان انا التيس نوت ابليكابل في الحته دي، لان في التيس بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ترانس ارتيريال كيمو ايه؟ امبولايزيشن، صح كده؟ في حاجه اسمها تير ترانس ارتيريال راديو امبولايزيشن. التيس ده ان هو انا بدخل في الارتري، بدخله عن طريق الفيمورال ارتري، من الفيمورال ارتري للكومن الياك، صح كده؟ الاورطه، الاورطه طالع مين؟ على مين يدي مين الاورطه؟ يدي السيليك ترانك، السيليك ترانك يدي من الهيباتيك ارتري يروح داخلين الليفر. ده كله اسمه ارتيريال ترانس ارتيريال. يدخل يقفل الفيدنج فيزل بتاع المالجنسي ده، يعني هقفل مين الارتري؟ وانا عندي الفين مقفول يبقى انا كده قفلت الديور بلاد سبلاي عن الليفر وبالتالي هموت العيان، صح كده؟ عشان كده بلاقي بورتال فين ثرومبوز ولا لا يا عم ما ينفعش تقيس. طب ايه اللي ينفع العيان ده؟ زي ما احنا قلنا يبقى المين بورتال فين للاسف الشديد بيوقف لي كل الاوبشنز ما عدا ينفع نعمله حاجه اسمها تير اللي هو الراديو امبوليزيشن، بندخل نحقن راديو سبستانس او حقن اشعاعي اسمه حقن اشعاعي، ده اسمه حقن كيماوي، اما ده اسمه حقن اشعاعي اللي هو الراديو امبوليزيشن. اجراء غالي جدا بعد 250,000 جنيه على امل ان احنا برضه نعمل ديسوليوشن لل اتش سي سي مع الايه؟ مع الثرومبس اللي موجوده، وطبعا نتائجه من 40 في اقصى في انظف الحالات او في احسن الاحوال من 40 ل 60%، والعيان موستلي بيدي كومبنسيت بعديها. وبرضه ساعات بنعمله في العيان هو تشايلد دي ايه؟ كبريدجنج فور ليفر ترانسبلانتيشن، وفي حال فعلا عدت وكملت وزرعت. عشان ابدا ازرع دي اهميه الايه؟ ان اعمل حاجه اسمها الانفكشن للثرومبس او بحاجه اسمها تير. برضه العيان عنده اتش سي وعنده بورتال فين ثرومبوز، ايه اللي ينفع له برضه تاني؟ ممكن ينفع له بعد كده حاجه اسمها ميديكال تريتمنت. ده مين بقى في المانجمنت بتاع الاتش سي سي؟ ميديكال تريتمنت زي اللي هو الايه؟ السروفينيب او النكسفار اللي احنا عارفينه. يبقى البورتال فين ده مهم جدا جدا، رقم واحد اجيبه. طيب لما اجي اقيس البورتال فين اقيسه فين؟ اقيسه هو داخل من بره الليفر ولا اقيسه عند البورتا هيباتس ولا اقيسه فين بالظبط؟ رفلي احنا بنقيسه دايما تحت الجول بلادر، صح كده؟ ليه؟ لان الرايت بورتال فين او رايت برانش هو ماشي ان كونتينيوتي مع المين بورتال فين، فتقريبا يديه نفس الدايمتر. لان لو قست عند البورتال كونفرنس او دخلته في الليفر بلاقيه دايما ايه؟ دايليتد. فعشان كده دايما بقيس فين؟ في الرايت برانش تحت الجول بلادر مباشره، هتلاقي الجول بلادر البورتال فين موجود فيها على طول الكومن بايل داك او الهيباتيك ارتري اسمها البورتال ثلاث في حته واحده، فدايما بقيس مين؟ بقيس تحت الجول بلادر مباشره from the inner wall to the outer wall، وبحسب لحد 12 مللي، ده اسمه افريج دايمتر. اكتر من كده بقول دايليتد، ببص على البيتنس بتاعه، ده عباره عن فاسكولار او عباره عن فيسل، يعني جواه بلاد يطلع جيت بلاك اسود، صح كده؟ ده فلويد كومبليت ابزوربشن الالترا ساوند ويفز، وبالتالي هيظهر بالنسبه لي اسود زي اي فلويد في اي حته ثانيه. ده بالنسبه للبورتال فين. اوكي طيب الهيباتيك فينز برضه دي ايتم لوحديها. ايه الهيباتيك فينز دي؟ الهيباتيك فينز دي عباره عن فينس درينج بتاع مين؟ بتاع الليفر. جايه منين دي؟ بتجمع كل الفينس درينج فينس سينوسويدس بتاعت الليفر، وتبدا تتكون لي ثلاثه ميجور هيباتيك فينز اللي هو مين؟ الرايت هيباتيك فين، وعندي الميد هيباتيك فين، والليفت هيباتيك فين، كلهم بيصبوا في مين؟ في الاي بي سي بره الليفر، اللي بيروح يصب مين؟ في الهارت. هو في رايت اتريوم، صح كده؟ الرايت هيباتيك فين هتلاقيه موجود في الرايت لوب، الثاني موجود في نص الليفر، التالت داخل على بيعمل درينج للليفت لوب. تعالى على الهيباتيك فينز، وطبعا الهيباتيك فينز لما نيجي نبص عليها واحنا بنشوفها في المنظر ده، احنا بنشوفها كانها طالعه منين؟ من تحت الليفر. ليه؟ لان انا مصور سبكوستال فيو، فانا باصلها بالكاميرا من تحت لفوق، لكن هي اصلا هي خارجه من الليفر، هي مش داخله الليفر، صح كده؟ الهيباتيك فينز مش داخله، هي خارجه من الليفر فبتاخد كده، لكن انا بشوفها حاجه اسمها ترايات كده في الـ الليفر، فبتحس ان هي كده عامله كده، هتلاقي في فيزل طالع كده، وفيزل في النص كده، وفيزل جاي لك من الرايت كده، كلهم بيصبوا في مين؟ في الاي في سي. فانت لما تيجي تبص سبكوستال فيو كده فهتلاقي المنظر ده، مش هتلاقي المنظر ده، صح كده؟ هو ده اناتوميكا، هو المنظر ده الشكل الطبيعي، لان هم طالعين من الليفر، رايحين للهارت، هم طالعين كده، وطالعين على الهارت اللي هو ايه؟ على الليفت سايد. لكن انا لما اجي بصور الالترا ساوند بصورهم ايه؟ بيظهروا كده، ده الرايت وده الميدل وده الليفت، وليهم الكلينيكال سيجنفكانس في الكلينيكال.
السيجمنتيشن بتاعت مين؟ بتاعت الليفر. طيب بعد عليهم ازاي بقى؟ الباتيك فينز رقم واحد بقول هما بيتنت ولا بابل ثرومبوست ولا اتينويت. فالبيتنس بتاعهم. وبعد كده بكتب ان هما نورمال ولا دايليتد او كونجستد. هما بيتنت بشوف برضه البيتنس بتاعهم واضح بالنسبه لي، انا متعود ان اشوف الشكل الفاسكليتشر ولا ثرومبوست فيهم الثرومبس ولا اتينويتد الليون بتاعه او اللون بتاعهم يكاد يكون مش موجود. ولما الاقي اتينويتد هيباتيك فينز دي ليها بالنسبه لي ديفرنشال دايجنوزز، يا اما انا عندي يكون ادفانس ليفر سيروزس كريتيريا اوف ليفر سيروز وعندي حاجه اسمها اتينويتد هيباتيك فينز، او العيان عنده ديزيز اخر هو مين؟ البكتيريا سندروم. صح كده؟ مش احنا بالبكتيريا سندروم يا اما تكون ماركت لاتينويتد هيباتيك فينز يا اما تكون مقفوله. صح ولا لا؟ عندنا حاجه الفينو اوكلوسيف ديزيز او البات كارسون دروب او البورتال فينوجراف او الكونجستيف هيباتوباسي. لو على مستوى الاي بي سي فوق بنسميها كونجستيف هيباتوباسي، لو على مستوى الهيباتيك فينز بنسميها بات كارسون دروب، لو على مستوى السينوسويدس الانترا هيباتيك بنسميها فينو اوكلوسيف ديزيز. صح كده؟ دي الحاجات اللي هي ديفرنشال دايجنوزس بتاعت الايه؟ الهيباتيك فينز. يبقى انا بعلق عليها هي مفتوحه ولا مقفوله. رقم اثنين دايليتد ولا كونجست، لان لما الاقيها دايليتد او كونجستد معناها ان هي واصله لحد السيرفيس بتاع الليفر فوق، معناها ان في ديزيز. عيان جاي ببص عليه بالسرعات لقيت في عنده هيباتوميجالي، لقيت عنده ميه في بطنه والليفر شكله برايت، قال لا شكله مش هيباتيك، ده عنده شكله مش هيباتيك. ففورا انا اشخصه هو نايم على السرير عندي ممكن يطلع كارديان، ابص على الهيباتيك فينز الاقيها كونجستد هيباتيك فينز واصله لحد السيرفيس فوق، والاقيها دايليتد ابص على النيك فينز الاقيها كونجستد ودايليتد. ده ممكن لو فعلا عنده ديسك واخد كاردياك هيستوري الاقي عنده فعلا عنده حاجه كاردياك، واشخص ان ده كاردياك سيروزس، ولكن الليفر نفسه هو اللي ايه ده افكتد، حصل حاجه اسمها كونجستد هيباتوباسي او حصل فيه حاجه اسمها تندر ليفر، ودي كرايتيريا بتاعت التندر ليفر لان عنده ايه؟ عنده رايت سايد هارت فيلر او وات ايفر ذا كوز. برضه من شكل الهيباتيك فينز. صح كده؟ هنيجي برضو على ايتم مهم جدا اللي هو الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت دي عباره عن ايه؟ عباره عن احنا قلنا الجول بلادر. الجول بلادر طبعا موجوده فين؟ زي ما احنا قلنا عباره عن بير شيب ستراكشر، طالع منها حاجه اسمها سيستيك ايه؟ سيستيك داكت. الكومن بايل داكت عباره عن في عندنا حاجه اسمها الفيلا رياديكلز اللي هي القنوات المرئيه الصغيره اللي موجوده داخل الليفر في الرايت لوب والليفت لوب، تتجمع كلها في تو مين داكتس اللي هو الليفت هيباتيك داكت وادي الرايت هيباتيك داكت، يتحوا كلهم مع بعضيهم يكونوا مين؟ الكومن بايل داكت. يبقى الليفت هيباتيك داكت هتكون يمكن مع الرايت هيباتيك داكت، الاثنين يكونوا حاجه اسمها ايه؟ الكومن هيباتيك داكت. صح؟ واحده من الليفت واحده من الرايت يتحوا مع بعضيهم. بتيجي هي تتحد مع حاجه اسمها السيستيك داكت بتاعت مين؟ بتاعت الجول بلادر، ويكونوا مين؟ الكومن بايل داكت اللي هي بتمشي عشان تكون الجيت مع البنكرياس، الضغط طالع من البنكرياس ويفتح مع بعضهم فين؟ في السكند بارت اوف ديودينا عند الامبولا والفاتر. يبقى احنا الكومن بايل داكت جايه منين؟ جايه من اتحاد الكومن هيباتيك داكت اللي هو جايين من الليفر مع مين؟ مع السيستيك داكت اللي هي طالعه من الجول بلادر، كونوا مين؟ الكومن بايل داكت اللي هي بتمشي في قرص صغير اللي في حاجه اسمها انترا هيباتيك بورشن واكسترا هيباتيك بورشن، ويتحدوا مع بعض مين؟ يخش كده يتحدوا مع البنكرياس داكت اللي جايه من البنكرياس بتاع في السكند بارت اوف ديودينا عند الايه؟ الامبولا او فتره احنا بنسميها البابيلا او الامبولا. صح كده؟ عشان كده بيجوا مثلا في السكند بارت يشتغلوا مثلا اي ار سي بي ولا حصل في دخل في البنكال دارك، لا ده دخل في الكومن بايل دارك، تمام؟ هما الاثنين فاتحين في نفس الايه؟ الباسوي بتاعهم في الامبولا، ودي الكومن بايل دارك بتاعها. ايه الكلينيكال سيجنفيكانس او بعلق عليها ازاي؟ بعلق رقم واحد على الدايمتر بتاعها، دايمتر. تمام؟ هي دايليتد ولا دايمتر والبيتنسي هي نورمال او افريج دايمتر ولا متسعه دايليتد؟ طيب هي مفتوحه ولا مقفوله؟ طيب الدايمتر بتاعها لما يجي يقيس الكومن بايل داكت بيقيس عكس مين؟ عكس البورتال فين، بيقيس الكومن بايل داكت فروم ذا انر وول تو ذا انر وول. فهمنا يعني ايه ان تو ان؟ دي ان تو ان، انر وول تو انر وول، باخد التو ميجرمنت اللي جوه الوول ليس كام؟ تي اب تو كام؟ من 6 ل 8 مللي، يعني في كتب كاتبه 8 وكتب تكست بوك كاتبه 6 مللي، يبقى اب تو 8 مللي للافريج سايز كومن بايل داكت. تمام كده؟ طيب
الكومن بايل داكت يا اما يكون بعد كده ده الدايمتر بتاعها يا افريج يا دايليتد. طيب الدايليتيشن ده معناه باثولوجيكال دايليتيشن ولا فيسيولوجيكال دايليتيشن؟ يعني ممكن يكون الكومن بايل داكت القناه المريه اللي هي متسعه والعيان ما عندوش مشكله. في حاجتين بيحصلوا، رقم واحد بوست كولي سيستكتومي، اثنين البولد ايش، في حته كده بعد ما العين يشيل المراره ان الجول الكومن بلاك بتتسع بيحصل لها دايلاتيشن شويه بس برضه ويذ ليميتس، وشرط العين ما يكونش سيمتوماتيك. يعني انا مثلا كولي سيستكتومي بوست على الجول بلادر او السي بي دي لقيتها 9 و10 مللي بس العين عنده جولدس، ما هوش ده اصلا نورمال فاريشن بعد بوست كولي سيستكتومي، لا هو العين اصلا سيمتوماتيك ممكن يبقى فيها اوستراكشن. دي الفكره كلها، بشرط العين ما يكونش سيمتوماتيك. برضه ليها اكوردنج تو ذا ايج، العيان لما يزيد عن فوق ال 50 سنه كل 10 سنين زياده بتزيد 1 مللي. يعني عيان عنده 50 سنه لقيتها 8 مللي، عنده 60 سنه الاقيها مثلا 9 مللي، عنده 70 سنه الاقيها كام؟ 10 مللي، ووقف عند ال 10. ما ينفعش الاقيها مثلا 11 واقول ده شكلها نورمال فاريشن ماشيه مع الايج. برضه بشرط العيان ما يكونش سيمتوماتيك. ما يجيش على عيان عنده مثلا 70 سنه والسي دي بتاعته 9 مللي والعيان اصلا ديب جونتس وقول ده اصل دي نورمال فاريشن.